صباح الخير حبيباتي، اليوم ان شاء الله جيتكم بروتين جديد بقهوة دافئة مع صباح هادئ وجميل. كما راكم تشوفوا، اول حاجة نقوم بها هي بعد شرب القهوة تاعي نبدأ نسجل الاعمال اللي راح نقوم بها واللي راح نديرها في هذا اليوم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا كوشيت على ان شاء الله، لخطر خطرات المرأة تجهز لليست نتاعها ومن بعد لا تقوم بجميع اعمالها. المهم هنا عندي كتاب هذا عندي في المطبخ تاعي، عندي كتب 3 أو 4 منهم. هذا الكتاب خاص بالبطاطا، فيه عدة وصفات بالبطاطا فقط وشو الوصفات يمكن توفير مكوناتها في أي بيت، أي بني بسيط. كما تلاحظون هناك بوراك بطاطا، هناك بطاطا سوفلي، عدة أنواع من البطاطا بهذا الشكل. كما قلت لكم هناك غراتا بالبطاطا، هناك سوفلي بالبطاطا، بطاطا بالفلفل بالفيلو، عدة أنواع من البطاطا. أنا سوف إن شاء الله أختار طبق هذه الأطباق إن كانت المكونات متوفرة. كما تلاحظون في هذا الكتاب يوجد 30 وصفة يمكن التحصل عليه من محلات في الجزائر أو مشاهدة الوصفات من الإنترنت. هنا كما تلاحظون بدأت بتحضير الحليب لأطفالي قبل نهوضهم. أنا أستعمل حليب البودرة لأنه صحي أكثر. هنا أحضرت، هنا اشتريت قدر جديد كما تقول لأمي، عند الشراء قدر جديد يفضل أن أول شيء تطهى فيه هو الحليب، لا أدري لماذا. هنا عندي بودر شوكولاتة أو الذي يستعمل في الحليب كما تلاحظون، وضعته لأطفالي. هنا بدأوا بشرب حليبهم، نهضوا من النوم. عند انتهائي من إفطار أطفالي أتوجه مباشرة إلى المطبخ. أول شيء قمت به هو تنظيف الثلاجة وتعقيمها بالخل الذي فيه كحول، ثم بعد ذلك بدأت بأخذ الخضر من ثلاجتي لتجهيز طبق الغداء إن شاء الله. كما تلاحظون عندي فلفل، باذنجان، بصل، وثوم، وطماطم. هنا وضعت قطع من اللحم صغيرة في القدر، أضفت عليها الزيت، ثم قطعت البصل أيضا ووضعته مع الزيت كي يتقلى. بعد ذلك أضيف عليه الطماطم مع الثوم، ثم أضيف الفلفل أيضا مقطع، وبعد ذلك أضيف الباذنجان كما قلت، أضيف الباذنجان والكوسة حتى نضعها تطهى حتى تذبل، ثم نضيف البيض. وهنا صحن تقديم